الظافر ينطلق مقدما لنا هملول على صدارة الأسماء المركز الثاني، وتابع الشاهينية من الجانب الآخر منطلقة مندفعة أيضا هي الأخرى بشعار هجن الرياسة، وهنالك المستحيل من يتابعها راشد بن محمد بسم المنصوري يقدم لنا الشاهينية على المركز الثاني. ثالثا نتابع أيضا في هذه اللحظات المنطلقة هنا مع الشعار الحمر وشعار هجن الرياسة منطلقة الشاهينية بشعار راشد بن محمد بسم المنصوري، من يضمرها ومن يتابعها رابع المراكز شواهين على رابع المراكز بشعار هجن الرياسة، ولكن هنالك التسلل من مشكورة في هذه الأثناء أيضا هي الأخرى بشعار الرياسي الكبير منطلقة في هذه اللحظات عينها على الصدارة، هنالك مع البارع عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، وخامسا أتابع المنطلقة على المركز الخامس هنالك شواهين بشعار هجن الرياسة، وهنالك البروفيسور من يتابعها محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الآخر أتابع في هذه اللحظات أمزاح من الجانب الآخر أيضا بشعار هجن الرياسة، وهنالك راشد بن بخيت بن مقارح من يقدم لنا أمزاح في هذا المساء الجميل. أيضا أتابع الأسماء أتابع الشواهين قادمة في هذه اللحظات قادمة بشعار ذلك البروفيسور من يتابعهن ويضمرهن. أعود من جديد إلى المقدمة ليتابع الأمور على الصدارة، الأسماء المتواجدة على مقدمة شوط. يا سلام يا سلام يا سلام المراكز الرياسة بمقدمة الشوط منطلقة مندفع بأداتها الكبيرة ومستوياتها، هنا الكبيرة أيضا على الصدارة الشاهينية مندفعة بشعار هنا هجن الرياسة، وهنالك المستحيل من يتابع أبو ذياب راشد بن محمد بالسم المنصوري، والمركز الثاني أيضا هنالك الشاهينية بشعار هجن الرياسة، وهنالك أيضا أبو ذياب راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم شعار أداءات كبيرة هذا اليوم. المركز الثالث وصلت مشكورة على المركز الثالث في هذه اللحظات لتعلن التواجد وتعلن الانطلاق المميز على ثالث المراكز بشعار هجن الرياسة، هنالك عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. والمركز الرابع رابع المراكز وصلت هملولة على المركز الرابع هي الأخرى بشعار هجن الرياسة. يا سلام يا سلام أبداع هجن الرياسة اليوم، هنا الشعار واحد والاسم واحد لولا اختلاف المضمرين يبقى المقصد واحد، هملولة على المركز الرابع هملولة مع الظافر بدأت تتحرك هملولة. خامسا وصلت في هذه اللحظات على المركز الخامس وصلت شواهين بشعار هجن الرياسة، ينطلق محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا شواهين. الأسماء في موقع واحد، الشعارات في مكان واحد، وهنالك أتابع هملولة على المركز السادس وصلت بشعار هجن الرياسة. يا سلام يا سلام يا سلام، ينطلق فول جمايل علي بن جميل الوهيبي، ووصلت شواهين أخرى في هذه اللحظات لتنطلق هي الأخرى بشعار هجن الرياسة، وينطلق معها البروفيسور. يا سلام يا سلام، الأسماء انطلقت هناك على الصدارة، بدأت التحركات في هذه الأثناء. أتابع المقدمة أتابع الصدارة الشاهينية والشاهينية ومشكورة وهملولة وشواهين 1200 1200 وانطلاقة رياسية كبيرة على صدارة الشوط. يا سلام
الله مشكورة والشاهينية مشكورة والشاهينية الشاهينية من الجانب الآخر على مقدمة الشوط بشعار هجر الرياسة. انطلق أسد الوثبة في هذه اللحظات مع الشاهينية ومع الشاهينية ووصل البروفيسور مع شواهين لينطلق بشعار هجن الرياسة. انطلق محمود في هذه اللحظات بالرقم واحد يا سلام يا سلام تحركن الجذاع انطلقن الجذاع البكار وشواهين والشاهينية الشاهينية وشواهين هجن الرياسة على المقدمة الحمر الخطر دائما مر وعبر هنا مع الشواهين شواهين والشاهينية شواهين على المقدمة الخمسمائة متر الأخيرة انطلقت شواهين انطلقت شواهين إلى خط الفوز إلى المنصة الرئيسية انطلقت بالانطلاق الكبير هنالك شواهين على أول المراكز شعار هجن الرياسة هنا بانطلاقة شواهين ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا شواهين هذا المساء هذا الانطلاق الكبير. نعم هذه انطلاقة شواهين على صدارة الشوط وعلى المراكز الأولى. نعم انطلاقة شاهينية كبيرة في هذا المساء شواهين 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 تهانينا والناموس لهجن الرياسة تهانينا والناموس لمحبي وعشاق هذا الشعار تهانينا والناموس. والمركز الثاني أصلت الشاهينية على المركز الثاني والثالث أيضا الشاهينية بشعارات هجن الرياسة رابعا مشكورة وصلت هنا بشعار هجن الرياسة وخامسا وصلت هملول أيضا بشعار هجن الرياسة. أعود من جديد إلى المركز الأول هنالك مع شواهين إذن شواهين هنا على المركز الأول وصلت وحصلت على المركز الأول وبكل قوة مقدمة إبداعا منقطعا للنظير هنا مع شعار هجن الرياسة وكان البروفيسور من قدمها في هذا المساء. تهانينا ناموس لشواهين ومالك شواهين هجر يا حي من رب الخبايب وصلت بشعار هجر الرياسة وكان هنالك المستحيل راشد بن محمد بسم المنصور 9 دقائق 8 ثواني 9 أجزاء من الثانية. ثالثا أيضا هنالك الشاهينية بشعار هجر الرياسة وكان هنالك المستحيل بذياب راشد بن محمد بسم المنصور من قدمها على ثالث المراكز 9 ثواني تهانينا والناموس بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم اسعد الله مساءك.